السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي من جديد. اليوم جبت لكم هاد لي سابلي بيرسوناليزي لو تام رمضان. نقول لكم رمضان كريم وينعاد عليكم الصحه والهنا ان شاء الله. المقادير للسابلي تاعنا بالكو ابيستاش، نحتاجو هنا حبه تاع البيض، نحتاجو 150 غرام نتاع الزبده تكون بحاره الغرفه، نحتاجو 87 غرام نتاع السكر اون بودغ ماشي سكر كريستاليزي، ونحتاج اون غروند كوبيير تاع لاباتا بيستاش كيما عندي اللي وريتها لكم. لاباتا بيستاش انا اللي نعاد بها من عند لي ماغازان تشوف تعجبني ونخدم بها بزاف. هاد لي صابلي تاعنا يجي هشيش، يجي خفيف، يجي ما شاء الله بالكو تاع البيستاش. تادو تعوضوها هذيك لاباتا بيستاش باي منكه راكم حابينه، مثلا كيما شوكولا ولا لي زاموند ولا كيما راكم حابين. تعمل واحد دوك بيغ اللي هي واحد 100 غرام ابري هكداك. انا هنا نضيف كامل المكونات مع بعض، درت الزبده تكون بحاره الغرفه بليتو سامحوني، وهذا اهم شيء انها تكون بحراره الغرفه. ودرت حبه تاع البيض، خلطتهم مليح مليح، وزدت عليها هذاك السكر اللي هو السكر الناعم. هنا درت انا شويه ليكستري دو فروي، راح يمد لنا بنه شابه وهايله للسابلي تاعي. اهم شيء البنه تاع السابلي يكون طري، يكون هشيش، والبنه تاعو تكون هايله. هنا بالنسبه للافارين ما عنديش عبر اكزاكتلي نعطيه لكم، يعني انتما تلتم لكم العجينه تاع السابلي ديالكم. انا كيما شفتوني درت دو غون كويير تاع لاباتا بيستاش، هي بالتقريب يعني الا حبيتو بالميزان هي واحد 100 غرام حاجه كيما هكاك 100 غرام. تخلطوا كل شيء مع بعضه. انا هنايا زدت عليها لافارين باش نخلطوا هذيك لاباتا بيستاش، ونخدم بيديا. انا تعرفوني نحب نخدم بيديا، المتابعين تاعي كامل يعرفون نحب نخدم بيديا. هذه هي نحب نحس بلي زانغريديون بالخدمه اللي نخدم فيها. نبدا نزيد لافارين تاعي بوتي ا بوتي حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه، سورتو تكون طريه، ما تكونش ناشفه بزاف، وتاني ما تكونش طريه دوما كامل تتلصق. راكم فهمتوا القصد ديالي اسم هو. هنا نضيف لافارين بوتي ا بوتي، وانا اهم شيء يعني ما نخدم ما نضيفوش لافارين تاعنا دانسالكو باش ما تجيناش يعني العجينه تكون اصحى بزاف ابخي ما عندناش اون سوليسيون ليها. كي تجي طريه نعدو توجور نترابيو، كي تجي ناشفه ما عندناش كيفاش نترابيو، راح تخسر لنا لا غوزات تاعنا ولا باتا سابلي تاعنا، سورتو راح تبزد لنا. هنا من بعد ما نلمها ونتحصل على القوام المناسب نغطيها ونخليها ترتاح. هذا هو القوام انا اللي تحصلت عليه، هذا هو القوام المطلوب. شوفوا تجي طريه لا كولور تاعها راكو تشوفوها يعني مايله الاخضر بصح ماشي خضره بزاف. هذاك يعني لاباتا بيستاش هي اللي غيرت لها اللون ديالها. انا نغطيها بان فيلم اليمونتير ونخليها دو كوتي واحد النص ساعه قبل ما نخدم بها. هنا كما لاحظتوا لاباتا سابلي تاعي ما فيهاش خماره الحلويات لانه ما كانش علاش يعني راح تجي هشيشه وبلا خماره الحلويات وتزيد تطلع اون بليس. من بعد ما ارتاحت هنايا انا نمشي نيطالي لاباط نتاعي. هنايا عندي بابي كويسون اللي فرشتو بهذا الشكل، هذا راح نيطالي على دو بابي كويسون. هذا الاول ندير فيه لاباط سابلي نحطها نيطاليها ونبلع من هذاك البابي كويسون الدوزيام، هكذا باش يعني نتحصل على اون بات ليس يعني ولا فورم تكون ليس ما تلصقليش في الحلال تاعي. انا ما راح نستعمل لا فارينا لا سكر غلاس لا غيان ديتو. هنا ما نديروهاش رقيقه بالبزاف باسكو هنا انا ما راحش نعمل يعني وحده على وحده، ما راحش نبلع وحده بلا وحده بلا بات سابلي، راح نستعمل وحده برك يعني كوك وحده برك. هذا ما كان اللي حنديكوري بها كيما راكم عارفين هاد لي سابلي هما بليس ديكوراتيف يعني الاولاد الصغار يعني نديرو بهم لي بوكس ايتو. هذا ما كان يعني سورتو كي يكونوا بلا بات سوك بالديكور ايتو، يعني اغلب الناس ما همش محببين عندهم هذا النوع يعني من لي غاتو، ولكن حنا نحبوهم، نحبو نديرو حاجه شابه تتماشى مع المناسبات. بما انه احنا في الشهر الكريم الشهر الفاضل اللي هو شهر رمضان الكريم، نحبو نديرو تزيينات هكذا اللي نزينو بهم الطاولات تاعنا تاع لاتاي تاعنا ايتو. فوالا انا هادو سي دي بوكس كانوا سي دي كوموند، حاب يعني حبيت نبارطاجيهم معكم وتاخذوا فكره معايا. هنا لامبورت بيس انا استعملت هذا رقم 60 جو بونس، هي 60 رقم 60 ولا 80 جو سي با جو مابيل بلو لي سونسي 60. فوالا نتوما نعملوه صغار ولا كبار كيما راكم حابين. انا درت اشكال متعدده، حاولت نغير شويه باسكو في البوكس راكم عارفين يعني نديرو شويه نوعو في لا بوكس تاعنا، ما كانش حاجه معينه لا بوكس تجي فيها ان ميلونج نخلطو بين هذا وبين هذا هكذا. شوفوا تجي ليس يعني كي نيطاليو هذيك لاباط تاعنا اونتر لي دو فاي، لاباط تجي ليس يعني ما تبقاش تلصق لنا في الحلال وحنا نزيدو في لافاغي ولا نزيدو في السكر ولا ما راحش تجي ما راحش تجينا شابه بيان سور.
6% اتالي وها ولا نساشي لعندكم نساشي بروبر ولا حاجات تقدروا تتالي بيه. انا هنا درت ليغون هكذا مدورين راكم عارفين يعني هي القاعده تاع كامل لي سابلي يعني سورتو لا فورم اللي عندي انا تاع الديكور كما شفتوا في البدايه تاع الفيديو تاعنا هي اورون تاع هذوك لي كوكو شوكولا اورون. سي بور سا اختاريت هذا الموديل نتاع لاباط نتاع لامبورت بيس بليتو يكون اورون. هنا نواصل نطبع كامل هذيك لاباط تاعي ومن بعد نحط في البلاطو قدامي نحطهم باش يرتاحوا نخليهم يرتاحوا يعني شويه هكذا برك ادو ما نكمل كامل العجينه اللي عندي يعني مش حاجه كبيره. وكانت هادو هما من بعد ما درت كامل الاشكال اللي اناني محتاجتهم هادو هما راكم تشوفوا اللون تاعهم ماشي ابيض من هذيك لاباط ابيستاش. هنا من بعد ما دخلتهم للفرن يطيبوا على 180 درجه هنا ذوبت شويه شوكولا بلون ودرت لها واحد الاطيره تاع الكولورون فير يعني جوست بور رابلي الباتا بيستاش تاعنا اللي حنا دايرينها في السابلي. هذه هي شوكولا عاديه بيضاء اللي ذوبتها عاديه وهذا هو الموتيف انا اللي خدمت به مكتوب فيه رمضان كريم. ندير له هذيك الشوكولا تاعي راكم تشوفوا عطيت هذاك اللون يعني المائل الخضوريه بما انه لاباط تاعنا فيها لوغو تاع لو بيستاش نخبط بيها وندخلو في الكونجيلاتور. للاسف انا عندي غير مول واحد يعني خدمت به بليزيغ فوا راكم عارفين الشوكولا تنتم تنشف كي نشف نعاونو اللي نخرجو نعاونو اللي نخدم درت كامل الكميه اللي محتاجتها. هنا نأتالي لاباط تاع سكر راح نخدم لي موتيف تاع الدوزيام سابلي تاعي اللي خدمتو. هنا انا استعملت لاباتا سكر فيولي تقدروا تبدلو هادو هما انا الرشومه اللي خدمت بهم وكنت درتهم مع حباباتي في الفيسبوك في اللايف تاعي وشرحنا عليهم هدرنا ايتو. هنا حبيت نعاود نديرهم لكم فيديو باش الناس اللي ما شافتش عاود تولي تشوف هاد لي موتيف. للاسف لو كنت قلبوهم يعني لازم ديرهم الونفير هكذا ما يخرج ما تخرج لكمش الرشمه لازم تقلبو وبصبعيكم تدركم مليح مليح هكذا ما تخرج لكمش الرسمه تماما يعني ما تعيوش رسانكم. لازم هاد لا ميثود لازم هاد لا ميثود هكذا بصبعيكم تدركوا على هذاك الرشم باش يخرج لكم ابغي تقلبوا الرشم يخرج لكم. فوالا هذه هي لا ميثود يعني الناس اللي ما تعرفش. ابغي نطبع طبعا لاني حابتها انا هما كيتباعوا يتباعوا معاهم الرشم تاعهم انا من داك عندي يعني جو با شيرشي كومبروندر خدمت باللي عندي وخلاص. كاين بليزيغ موتيف انا اختاريت هذو اللي حنخدم بهم كما راكم تشوفوا. هذا هو لو دوزيام موتيف يعني اللي يعبر على رمضان السبحه يعني ايد يعني مثلا هذا تدعي. هادو هما لي دو موتيف انا اللي خدمتهم. للاسف الثالث خرج لي تاع عيد مبارك راح نستعملو ان شاء الله يا ربي في العيد. وهنا راح نروح نلون شويه من هذاك واسمو يا ربي عباكم راح لي اسمو لا بودغ ميتاليك فوالا بلا بودغ ميتاليك اللي زدت لها ليكستري دو فاني راني نخدم بها يعني غير عشوائي هكذا بان بوتي بانسو نحاول نلون كامل هذوك التدرجات اللي موجودين في الهلال باش نعطيو لها يعني لون الشبعه بيكون هكذا حاجه مليحه. وهذه كانت النتيجه تاعو في الاخير هكذا جاج شباب هايل ما شاء الله. وهنايا نروح نجيب لي سابلي تاعي من بعد ما طابو ندير لهم ندهنهم بشويه نتاع لو كونفيتور برك هذا ما كنحلص قبل الكونفيتور ندهن لهم شويه نتاع لو كونفيتور ونغلق عليهم هذيك لاباط اسوك اللي خدمناها. انا هنا استعملت كونفيتور تقدروا تستعملوا نابورت كال باتا تارتيني ولا ميم هذيك لاباط بيستاش اللي انا خدمت بها ولكن يعني انا مثلا غير محببه عندي سورتو لاباط بيستاش غير محببه عندي يبقى هاد الامور اذواق كما قلت لكم هذا بيسكو يعني ديكور يعني الصغار يحبوه والكبار ماشي محبب عندهم بالبزاف لانه فيه لاباط سوك فيه لا بودغ ميتاليك والبسكوي يعني اللي نحيو ياكل البسكوي كما نعرفوا كيقولوا الكونفيتور يزيد يطرينا هذيك البسكوي نتاعنا. هنا عندي هاد لي بيتي بير ديكوراتيف راح ندير بهم شويه هذوك لي كوتي راح نحي هاد الكبار كامل باسكو ما يصلحو ليش نرجعهم يصلحو لي هذوك لاباتيسري. راح نسي ندير لي كوتي نتاع هاد السابلي نتاعي راح نسي نديكوريه يجي شباب يمد منظر الشباب. هذه يعني كانت كفكره حبيت نشاركها معكم نتمنى ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم وتقدروا تغيروا كما حبيتوا نتوما يعني تعملوا الافكار من رسانكم. انا هذه كانت الفكره ديالي جاتني هكذا جو سي با اسكو سافا و سافا با مي على لا فان جيتي ساتيسفات يا رب من الريزلتا فريمون عجبتني الريزلتا جات شابه لا بوكس اوسي جات شابه جات هايله ما شاء الله
j'étais trop contente. Voilà, j'étais trop 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 contente. Dilham l'autre côté, comme que tu vois, il ندهن بالبانسو يعني شويه نمسح بن هذاك لو كونفيتور تاعي اللي كنت زدت له شويه تاع المزهر باش خففته باش يجيني سورتو يعني خفيف هكذا يعني جا من دار الشباب وهايل. وهادو لا كوك شوكولا اللي حضرناها بالشوكولا ماشي بلا باتا سوك حتى هما نزيد لهم هذاك لا بودره ميتاليك اللي درتها انايا بالاكستري دو فاني نفوت كامل على هذاك الرشم تاع رمضان كريم باش يبان لنا نعطي واحد ليفي يجي شباب ويجي بيا واللون اخضر ما شاء الله كما راكم تشوفوا يجي يعني ما شاء الله. لازم لكم هنا امتي بانسو اللي يكون الريشه تاعو رقيقه كامل باش الموتيف يخرج لكم الشباب ويخرج بيان باش يعني ما نديباسيوش هذاك الرشم. راكم عارفين سي دو طراي بزاف اللي يقول لك وي اون بو با فير سا سا برون دو طون سا برون سا وي نقول لكم هاد الصوالح يعني لازم لهم الخاطر والخناق تكونوا تحبوا الخدمه باغي نحطهم فوق هذاك الصابلي تاعي. ولكن هنا راح ندهن انا هذوك لي كوتي كامل بالكونفيتور ندور عليهم كامل بالكونفيتور وندير لهم البيستاش لا بودره بيستاش في لي كوتي يعني باش نعطيو لها منظر شباب. وسي بما انو الصابلي تاعنا فيه لوغو تاع البيستاش الشوكولا فيها اللون تاع البيستاش نزيدو لي كوتي فيهم البيستاش هكذا يجينا صابلي شباب يجينا بنين ويجي هايل في المنظر وحتى في البنة نتاعو. سورتو انا فضلت نعمل بالشوكولا لانو الشوكولا تنتكل يعني عند الكبار وعند الصغار تجي شابة سي ان كاتو شوكولا فوالا لي موتيف تاعو رمضان كريم هكذا كيما شفتو يعني جا شباب ما شاء الله جا تحفة. انا صراحه انا عجبني جيت كونتونت من الريزلت عجبتني نتمنى ان شاء الله يا ربي نتوما ثاني تعجبكم. هنا لا بوكس تاعي عندي هاد لي بتي بواط ميتاليك مكتوب فيهم رمضان كريم. حاولت يعني نسق نعمل هذوك لي بسكويت تاعي بلس الشوكولا بلس لا ماشمالو يعني كان عندي لا ماشمالو كان عندي لي شوكولا كما راكم عارفين حنا اللي نخدمو يكون عندنا هاد الصوا هادو لي بتي كور اون شوكولا عاودو سي في الغوز جيو شابين هادو لا ماشمالو سي فورم دو كور مع دوتر موديل دو شوكولا هادو سي لا مورانغ اونتر لو بلون اي لو روز كنت حضرتهم انا من قبل فوالا كانت هذه النتيجه النهائيه. نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم. نقولكم مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.